بعد قرابة 40 يوما من الحجر الإجباري، الفريق المعد لمواضيع بكالوريا دورة جوان 2022 يلتقون عائلاتهم مباشرة بعد انتهاء فترة الحجر وسط أجواء امتزجت بين الفرحة والارتياح. نحن كلفنا طبعا بمهمة وطنية، هذا واجب وطني يجب تأديته. نحن عملنا بصدق، فإذا أصبنا لدينا أجرين، وإذا لم نصب فلدينا أجر الاجتهاد على الأقل. الحمد لله احنا أدينا واجبنا تجاه وليداتنا مهما كان هذو كاع أولادنا، وإن شاء الله نلاقيو كاع الأهل بخير، هذا هو أهم حاجة عندنا دوك. هذا تحدي كل عام نرفعه، ماشي من اليوم، ما كنا في عزلة والحمد لله. وراي بشهادة الوزير هذه أحسن دورة صدير، ما كان فيها حتى مشكل. الالتزام بالمسؤولية والعمل في عزلة تامة ساهم في إعداد المواضيع بكل دقة وإتقان. رأيتم أنه في هذه السنة وفي هذه الدورة مؤشرة تحسنت إلى حد كبير، رأيتم تراجع غير مسبوق لعملية الغش، وهذا كما تعلمون نتاج كل مجهود كل أجهزة الدولة. كذلك رأيتم أنه لم يحدث في ربوع الوطن في 2580 مركز إجراء أي خلل بخصوص الأسئلة، أي أن سؤال لم يدرس في المؤسسة. هذا التزام قطعناه على أنفسنا وقام به هؤلاء الرجال الوطنيين المخلصين الأكفاء. الجو اللي ساد في المركز كان جو أخوي، كان فيه انسجام، كان فيه تعاون، كان فيه تضحية وعمل دؤوب، والحمد لله كانت ثمرة طيبة. هي محطة من محطات بكالوريا دورة جوان 2022 بانتهاء الحجر على الأساتذة وامتحان التلاميذ في انتظار مرحلة التصحيح وإعلان النتائج.